تبقى هتعمل فيها حاجه. طب انا هوصل رسالتي للناس ازاي بعد كده؟ الناس هتقول عليك اه اصلا لما تلاقي حاجه ضخمه داخله على الشاشه قدامهم كده. نعم ده هو طالع يقلعك هدومك هيقلعها لك. اوعى يا عم ارجع كده اهو الغاب ما عادش ليه ملامح خالص من اوعى يلا ابن ال اوعى يلا اوعى ما تقفلش كده يلا يا ابني. انت لو داخل لهم لابس هدوم وما عملتش اي حاجه دفعت بقى عن نفسك هيقلعوك الهدوم بتاعتك هتخرج ملط تبقى خارج من قلب المزرعه ملط كده. وما بالك بقى انك تبقى خارج من عند النعام ملط مش هيسيبوك برضو. يبقى الراجل العريان راح الراجل العريان جات ليك في وشك. الله بص هو مش رخم ولا بارد ولا بيترخم علينا يعني بس هي ده غريزه كده جوه ربنا زرعها فيه. هو النعام معروف عنه ان هو كده هو طائر بقى بيحب يكتشف اي حاجه جديد ما بيحبش حاجه تبقى مستخبيه عنه يا جماعه. هتعمل له ايه يعني مش مشكل انت لازم بتستحمله بقى على غبائه وعلى فضوله لازم بتستحمله يعني على اي وضع بس يعني حرام يعني مش كل يوم نفس الوضع دي كده. غاب وعملته يعني غاب وبوظته وبنر وقطعته هنجيب لك ايه هو سبحان الله بتبقى غريزه في كده زي ما انت فاهم يعني. وما تاخدش بالك انا بعمل ايه عشان هم كمان ما ياخدوش بالهم احنا بنعمل نفسنا مستهبلين احنا الاثنين مع بعض واكن الموضوع عادي يعني اتعامل مع الامر اكنه امر عادي عشان العم ما يتفاجئش برضه ويفكر ان ده حاجه غريبه فممكن يعني ايه تلاقي رد فعل مش حلو يعني. فيعني زي ما بقول لك والله كده ذكر اخويا دي غريزة جوه النعام نفسه تمام. هنعالجه ما بيتعالجش هنجيب له دكتور ايه. انت عمرك سمعت عن دكتور نعام؟ انا اسمع عن دكتور مواشي دكتور بطنه دكتور اطفال لكن ما سمعتش عن دكتور نعام. وبعدين حتى لو جبنا دكتور ويبقى في دكتور نعام يعني ده في تخصص جديد في الطب البيطري او الطب البشري مع اي طب يعني لو ده في تخصص جديد فده غريزة ربنا زرعها في ايه. انت لو اتشقلبت كده اتشقلبت كده انت بقى مش هتعرف تعدلها في ايه. وزي ما هي غريزة ربنا اللي وضعها في انت لازم تستحمله على الوضع ده ولازم وانت بتتعامل مع الطائر دوت انك تكون عامل حساب لكل الكلام ده يعني. هو طبعا بيحب يكتشف اي حاجه ما تجيش بقى تخش له مثلا باكسسوارات بسلسله بحزازه الكلام ده كله في نتشه كده خلاص اتبلعت دخلت على المعده دور بقى انت شوف هتعالجه ازاي ولا هتعمل له ايه. هو انا سمعت ان في المواشي بيحط حاجه جوه المعده كده بيبلعوا المواشي حاجه كده في قلب جلده بتبقى مغناطيس بيحطوه مش عارف في جلده بقى او حاجه معينه بيبقى لها شكل معين. المهم ان انا سمعت الكلام ده من واحد يعني بيربي مواشي وكده قال لك بنحط المغناطيس ده جوه معدتها بحيث ان هي لو كلت اي مسمار لو كلت اي حاجه حديد المغناطيس ده يلزقها فيه كده ويخليها جوه المعده لكن ما تخشش بقى على بقيه جسمها. يعني بيقول لك طول ما هي جوه المعده ما بيبقاش عليها اي مشكله خالص وما بيبقاش فيها اي خطر لكن طبعا هي لو دخلت بقى على بقيه المراحل الثانيه اللي هو هضم وعصر والكلام ده كله بتبقى مشكله وممكن يعني اللي هي تؤدي للوفاه. علشان كده بيحط المغناطيس والكلام ده بيمشي معاه عادي خالص. طب هل بقى في النعام احنا ممكن نعمل الكلام ده؟ يعني هل مثلا في حته فاضيه جوه كده في المعده زي المواشي ممكن نحط فيها المغناطيس بحيث ان احنا نلم المسامير نلم الحديد نلم الكلام ده كله؟ واه النعام اكيد بياكل مسامير. بص المواشي لو بتاكل مسمار فالنعام ياكل 10 المواشي لو بتاكل حته حديده كده فالنعام بياكل سياخ النعام بياكل حديد المصريين كله. النعام بقول لك فضولي فوق ما تتخيل. الذكر ده اللي المفروض يهجم عليا وده غريزه برده جواه ولو هجم عليا فانا مسامحه مفيش اي مشكله بس هو برده الغريزه بقى يعني ده طابع الهجوم طابع وغريزه في نفس الوقت برده ان هو يحب يكتشف اللي حواليه فده غريزه في نفس الوقت برده بس هي الغريزه دلوقتي مأثره على الطابع بقى اللي هو عايز يكتشف اي حاجه وانا الحمد لله انا قلع الشبشب تحت فهو عمال يكتشف ده ايه يعني بس لو خده وجري مش هيبقى مسامحه يعني. طول بقى ما انا عامل نفسي اني مش خايف كده وطول ما شمش مني ريحه خوف خلاص كده انا في السليم. ما اعرفش بقى هو بيشم فعلا زي الكلب ولا لا يعني ما اعرفش الكلب هم بيقولوا اللي هو بيشم الخوف يعني. فالنعام ده المفروض اللي هو دلوقتي يعني هو مستغرب انت ايه اللي انت عامله ده؟ انا المفروض الوقت اللي انت بتجري مني وانا بهجم عليك انت ايه اللي انت عملته ده؟ في حاجه غلط في الموضوع. فانا الوقت مشتت له تفكيره اللي هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. ولكن حتى لو يعني ولو جه هجم فالحمد لله انا قاعد ومطمن كده مش عشان انا مسيطر ولا حاجه لا كفايه كده بقى يا جماعه احنا داخلين على شهر مبارك زي ما بقول لك كل سنه وانتم طيبين يعني فكفايه كده انا مش مسيطر ولا حاجه والنعام محدش بيسيطر عليه. النعام هي الغريزه اللي جواه ده بتخليه يهجم خلاص يعني ما انا بعترف انا معترف. فانا حاطط الكرسي ده بحيث ان هو بيرفس برجله فعبال ما يرفع رجله كده فوق يا هتقلب لورا يا اما هكون لحقت نفسي. في تلك الحالات ان شاء الله يعني مفيش خطر يعني ما تقلقوش انا مش هخش اضحي بنفسي كده وخلاص يعني. يعني انت لو بتتكلم بره من ورا الحاجز فالنعام بيبقى وراك وخلاص وماشي ورايح وجاي. احنا عايزين نكسر الحاجز اللي بيننا احنا عايزين نقرب للطائر ده اكتر. فانت كل ما تقرب للحاجه اللي انت بتحبها اكتر كل ما هتعرفها اكتر كل ما تبقوا اصحاب. الحقونا 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 بجد اصحابه حبايبه بدون اي عنف وبدون اي مشاكل خالص تخش تسمع مشاكلهم تشوفهم عايزين ايه ناقصهم ايه علشان يبدوا مثلا الملعب فيه مشكله عيش حياتهم عيش حياتهم. خش جوه الملعب انا جوه الملعب اهو تخيل نفسك نعام يعني انت ربنا كرمك وكل حاجه وبني ادم بس احنا بيقول لك يعني تخيل تتخيل بس حط نفسك مكان الحاجه. انت علشان تعرف المشكله لازم تحط نفسك قدام الحاجه اللي قدامك. حط نفسك مكان النعامه انت عايش مثلا في قلب الملعب ده ما علينا اللي هو ضيق ليك كبني ادم يعني انت لازم تخرج بقى وهنا وهنا وكافيهات وبتاع هم لسه
يا عم اعتبرهم علشان عيشه بدائيه، مالهمش علاقه بالكلام ده بقى، ولا فيس ولا باقه ولا عامل لايك للفيديو، مالهمش الكلام ده، لسه ما نزلهمش الابديت ده، لسه ما نزلش عندهم. فهو عايش في قلب الملعب هنا، ناقصه ايه؟ شمس، موجوده الشمس، حته ظل مثلا عشان لو الشمس ضايقته موجوده الحته الظل، حاجز علشان اللي جنبه ما يبصش عليه مثلا، يعني الخصوصيه برضو نحترمها، حطينا الحاجز. اي نعم هم يعني بيكسروه وعايزين يبصوا على بعض باي طريقه، بس احنا لازم نعلمهم يعني نأدبهم. هيكون محتاج منك ايه تاني؟ اكل وميه، فانت اللي بتحط له الاكل والميه، هو مش حامل هم اي حاجه، بل بالعكس احنا كبني ادمين بتقوم الصبح، يا رب يا ترى هجيب ايه النهارده، طب هعمل ايه، طب لو ما رحتش الشغل، طب ايه اللي ممكن يقعد عليا، ما انا لو ما رحتش الشغل ما الفلوس تتخصم، طب ما اخر الشهر كده مش هينفع، او اخر الاسبوع لو بقبض بالاسبوع، في بص في كده انت يعني في حاجات بتجروا حوالين بعضها في دماغك كده اول ما بتصحى من النوم. فالموضوع كبير، الموضوع كبير، وانت ولو لحظه كده حطيت نفسك مكان نعامه او مكان عصفوره او مكان اي حاجه عموما، هتحس براحه البال اللي هم فيها كده. بس اثناء ما انت حاسس براحه البال بقى، تعالى كده فكر ان ممكن حاجه ضخمه كبيره كده تيجي تتحكم فيك وتشيلك من هنا تحطك هنا، اللي هو احنا يعني كبني ادمين بقى. فعلشان كده حط نفسك مكان الطائر او الحيوان، وبعد كده تعالى اتعامل معاه بقى كبني ادم، عشان انت لما تحط نفسك مكانه هتلاقي انك مش عايز كل شويه حد يجي ينقلك من هنا لهنا، مش عايز كل شويه حد يجي يعمل لك ازعاج. النعمة اللي عند الكاميرا والله لو جيت لك انت حر. اوعى يا مش اسلوب ده، مش اسلوب والله، تبع الكاميرا. ايوه هو انا ضيف وانتم محترمين ابا، بس ما هي الكاميرا بتاعتي انا، ما اكيد يعني مش معديه صدفه من قدام الملعب. اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، ما تجيش بقى، روح رب مراتك اجري الاول. لا لا انا ما قاعد ما عملتوش فيها حاجه، بس بتعملوا في الحاجه بتاعتي، بتعملوا في الحاجه بتاعتي حاجه ليه بقى؟ حكا الكاميرا تبقى هتعمل فيها حاجه، طب انا هوصل رسالتي للناس ازاي بعد كده لما ابوظ الكاميرا؟ ولا الناس هتقول عليك اه اصلا لما تلاقي حاجه ضخمه داخله على الشاشه قدامهم كده؟ تستعرضي نفسك ولا ايه؟ وعلى يا عم انا نازل.